Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, the first lesson consists assessments and weekly worksheets. Let's start. Let's get started. Okay. Everyone prepare notebook and pen to write questions and answer the questions. Okay? Before starting the exercise or questions اللي عندنا اللي احنا هنعمل لها, answering هنعمل كده المنبر ل lesson one تعالوا نشوف كده lesson one كنا خدنا ايه في lesson one؟ كنا خدنا في lesson one كان بيتكلم عن the structure of atom the structure of atom فيها الـ definition المطر والـ definition حاجة اسمها Subatomic أتوميك بارتكالز energy levels وتعرفنا عليهم كنت أخدت إن المطر is anything that has mass, volume and occupies space خدت إن الأتوم اللي هي title بتاعنا إحنا بول lesson one structure of atom of the atom قال لي the atom is fundamental building unit of all. Okay.

يعني اللي ميك الموديل بتاع الاتوم اللي احنا بندرسه لعند دلوقتي كان مين؟ رذرفورد. كان في قبل منه ساينتست اسمه دالتون لو احنا فاكرينه. اوكي؟ okay. طيب. أخدت كمان في الليسون الأول خدت حاجة اسمها الساباتوميك بارتيكلز واتعرفت عليهم اللي هما البروتونز، النيترونز، أند الكترونز. أر كول subatomic particles. واتعرفت على إن البروتونز أند النيترونز inside the مين؟ إن nucleus نسخين نيوكليوس and the electrons orbits around it يعني فيه energy levels the energy levels ديت يا حضرات اللي فاهمين around the nucleus اللي فيها the electrons وقلت ان the electrons اللي charge بتاعته، negative charge وخلت البروتونز positive charge والنيترونز neutral charge يعني no charge no charge طلقي اخدت ان البروتون بلس 1 وان, وان الالكترون نيجاتيف 1 قلت على اساسها ان الاتوم ايه الكتريكال نيوتال لان نمبر اوف بروتون بص البروتون ايكوال نمبر اوف نيجاتيف الكترون فاكرين القصه دي طب وبعدين اخذت انرجي ليفلز واتعرفت عليهم قلت لهم ان الالكترونز اوربت ذا نيوكلياس ات ديفرنت انرجي ليفلز with each level having a specific number of electrons. The most energy level can hold up to eight electrons. خدت energy level دولي can mean can contain electrons. All three four around the nucleus. والنمبر بتاعهم seven في اللي هي بستقاطه. النمبر بتاع ال energy level كان seven. Seven main energy level. وخدت each level <inaudible> contain energy sub level number uh, different number of a energy sub-level. وكمان خدت ان ال-Energy Level ديت ال-Name بتاعها KLMNOPQ. فاكرينهم؟ من ال-KLQ. Second Energy Levels. وخدت معلومة تانية ان ال-Energy بتاعت ال-Electron اللي في الـ في الـ level ديت Increase uh, uh, as move from away from the Nucleus. تماماً move from away the nucleus، على طول energy level البروتون energy وبروتون increase due to ال energy بتاعت الـ level increase، وعرفت منها إن K، إن K، level K lowest energy level، وإن level Q highest energy level، أنت قايلالي إن الـ energy بتاعت الـ level increase when move from away the nucleus. كل ما بعد عن نيوكليس الانرجي ليفل انكريز اذا في تم اللي هما النمبر بتاعهم اللي بادئين بالكي وبينتهوا بالكيو قلت يا مس ساتوريتد ويد نمبر اوف الكترونز ودي مين الفيرست 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 مين ليفل فيرست فور مين ليفل هم الكي ال ام ان الفيرست فور مين ليفل saturated with number of electrons due to relation to n power 2 لما قلت اللي نقلني عبارة عن مين؟ عبارة عن النمبر بتاع الليفل وطلعت من الريليشن دي أو من الرولز دي إن الـ K saturated with 2 electron والـ L saturated with 8 electron والـ M saturated with 18 electron والـ N saturated with 32 الكترون فاكرين القصه دي يا شباب بعدها خدت الرولز اللي ايه عملت الكترون كونفيجريشن وتعرفت على السيمبلز بتاعت الاليمنت اللي موجوده وقلت ان السيمبلز ديت يا دي اما ليتر من النيم بتاع الاليمنت وتعرفت ان الاليمنت ده ليه ايه تو نيم فيرست انجلش نيم ولاتين نيم وان السيمبلز بتاع الاليمنت ده باخده على اي اساس الفيرست ليتر في النيم بتاع الاليمنت الانجليش وين الديفرنت حصل ديفرنت للنيم الانجليش نيم ديفر فروم لاتين نيم ساعتها برجع لمين لللاتين نيم ولو التو زي الصوديوم هي في السيمبلز بتاعته ان اي طب لو الانجليش نيم التو اليمنت شير في الفيرست في الفيرست ليتر ساعتها عشان اعمل ديفرنشيشن باخد الإلمنت الثاني السكند اليمنت باخد الفيرست ليتر اند سكند ليتر فيرست ليتر ريتن كابيتال والسكند ليتر ريتن ايه سمول زي الكربون سي الكالسيوم سي اي سي تكتب كابيتال والاي سمول اوكي كل القصه دي افتكرتوها يا شباب بدأ خدت الالكترون كونفجريشن وخدت حاجه اسمها Fertilizers اللي هي ال ان بي واتعرفت على Fertilizers ان هي كيميكال كومباوند يوز تو امبروف ذا كروبس وخدت ان uh, الاليمنت ان والبي والكي element النيتروجين والبي اللي هو الفوسفورس والكي اللي هو البوتاسيوم ازاي ان دول كلهم يا موجودين مع بعض وعملوا لي الفيرترايز دوت للبلانت وكل واحده فيهم الامبورتنس بتاعتها كده تبقى دي زي مراجعه سريعه كده شباب على lesson 1 تيجي نبدا بقى نستارت بقى للكويشنز نشوف ايه هي الكوتشنز اللي نزلت او ازاي هنعمل نحل بعض كده واحده واحده كويشن نمبر وان the scientific term. write the scientific term. One. It's everything that has a mass and occupies space. Yes. شوفنا يا شباب اللي كسرت الأسئلة اللي قدامي في 5 questions scientific term في 5 questions scientific term قال يا مس عايز اشوف الأنسر بتاعتها طب تعال نشوف كده أنت عملنا question number 1 إيه؟ Yes ها Yes matter excellent قال لي everything that has a mass and occupies space يبقى على طول مين؟ الماتر The is number two, the space that contains protons and neutrons. The space that contains protons and neutrons. The space that contains protons and neutrons. What do I mean in the nucleus? Excellent. Yes, excellent. Three, the building. And the structure unit of all motors. Definition that I mean is Yes, the same again The building and the structure unit of all matter? Atom, yes. Atom. Four, particles that include protons, neutrons and electrons. Three, my the protons, or neutrons and or electrons, the particles.

in orbits in which electrons revolve around the nucleus تبقى <مين> يا شباب؟ <مم> excellent لسه لسه مراجعين هالوقت إليها إليها إيه؟ energy levels energy levels إذا في مشكلة أو any problem okay نكمل المس debate scientific term number of protons found inside the nucleus of the atom

Of both protons and neutrons, some protons and neutrons. If add that definition vitamin, mean, yes. Mass number, excellent. mass number. Eight. The difference between atomic mass and atomic number. Difference between atomic mass and atomic number. Yes. Number of mean of nitrons. Excellent. Yes. Number of neutrons. لو بتحسب النيترونز فاكرينهم الماس نمبر والاتوميك نمبر؟ لما كان السيمبلز في تو نمبر بيتكتبوا عليه ليفت سايد في اباف وفي بلو. الاباف كان ايه؟ ماس نمبر. هو النمبر بتاع مين؟ نمبر بتاع البروتون اند وال والبلو كان مين؟

ميز. مين الـ elements اللي عنده the same فيه different forms له بس هما having the same atomic number and different atomic masses ها مين يا شباب؟ yes as tops فاكرينهم excellent as tops yes excellent Okay. طب كمل؟ نمبر 10 بيقول really لي the chemical compounds أو ال chemical compounds used in improving the agricultural productivity ها مين 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 ال chemical في قلب ال crops yes yes fertilizers yes ال fertilizers طيب 11 نشوف 11 A type of fertilizers contains nitrogen, phosphorus and potassium. Yes mean yes. type NBK fertilizer excellent NBK fertilizers. If a type of fertilizers contains nitrogen, phosphorus and potassium, NBK fertilizers. Another type of questions. يبقى الطيب type الأولاني scientific term. طبعا احنا عارفين scientific term. يبقى كده دي ال ال questions اللي نازلة من الوزارة. شوفوا سهلة ازاي. تعالوا نشوف another type من الـ questions. Mention the role of the following scientists. Mention the role of following scientists.

روزر فورد روزر فورد أما أول first scientific theory about الاتوم من اللي حطاه دالتون ده دا كان قبل من روزر فورد in 19 19th century in 19th century فكرينو دالتون. okay another type of question معايا شباب give reason give reason And give scientific reason. I'll say scientific reason. Okay? Look at some scientific term. I'm mean, the scientific reason. Your equal give reason. Which are number one? The nucleus of the atom described as positively charged. The nucleus of the atom described. give reason. Lee, an atom in nucleus with atom, atom positive charge. Le Shabab, element of nucleus with atom positive? Yes, positive proton. So, the answer because it has positive protons. Because it has positive protons. Another question. The mass of the atom concentrated. in the nucleus the mass of the atom concentrated in the nucleus Huh? Of the mass بتاع الاتم concentrated ليه في النيوكلياس يا مس yes excellent because the mass of electrons is negligible negligible قلت لك مهمله مش كان 1 over 1836 u

Yes, only because number of protons with positive charge equal the number of electrons with negative charge. and yani the number of total protons equal number of electrons. Our number of positive protons equal number of negative electrons. Okay? i see what I have to because number of protons with positive charge equals well, the number of electrons negative charge. Maya? OK. it. Yes, I'm coming. Another type of questions. When I had scientific term. I had to role of scientist Dalton Wynne Rutherford. I had to give reason. Another questions. It, write the chemical symbols for the following element. Write the chemical symbols for the following elements. Number one, carbon. ha, huh? symbol. Symbols the carbon a symbol. Yes, C. Sodium. Sodium. Al symbols the tal in a. ال first letter capital N وال second letter A ده small first letter capital وال second letter small فاكرين يا شباب لما قلت الحته دي يبقى الصوديوم السيمبلز بتاعته سيمبل N A طب الكلورين او الكلوراين الكلوراين يا حلوين Cl كلوراين Cl يبقى انا كده عملت differentiate بين الكربون والكلوراين differentiate بين الكربون وايه الكلوريم. Ok. Another type of questions. Play the outermost هو complete. Another type. Which I mean complete. يعني أنا بس أخدت الوقت كم طيب من الـ questions. scientific term. Give reason. Uh, chemical symbols. Read right, chemical symbols. أخدت.. Uh, uh, ايه كمان يا شباب؟ complete the outermost energy level for any atom doesn't contain more than the outermost energy level تفكرين لما قلت لما باجي اعمل ايه؟ uh, electronic configuration of distribution ساعتها El number بتاع atomic number لما باجي اعمل له electronic configuration كنت بقول ايه؟ ان the outermost energy levels for any atom doesn't contain more than eight electron. excellent. excellent. yes. the are ems. number two? the second energy level is known as second energy level. Huh? yes. excellent. l. second energy level is l. the an ems. ايه كمان ان ذا نمبر اوف مين انرجي ليفل از نمبر بتاع مين انرجي ليفل كام is 7 اكس عشان نسالهم هم مين يا مس ك ال ام ان او بي كيو هم ك ال ام ان او بي كيو ده المين انرجي ليفل والنمبر بتاعهم 7 نشوف السؤال ده رقم 4 the number of electrons necessary to saturate the first four energy levels can be determined by the mathematical relation A the number of electrons necessary to saturate the first four energy levels can be determined by the mathematical mean relation. Huh? Excellent. to n باور 2 to n باور 2 قلت ان ال-N دي هي ايه يا مس النمبر بتاع الليفل فاكرينها يا شباب اكسلنت طب تعال نشوف كده سؤال تاني ان element it's اتوميك نمبر از 11 and its atomic mass is 23 انا عندي element الاتوميك نمبر بتاعه 11

ال number of electrons ها huh? yes ال atomic number ال atomic number هو ده number of electrons يبقى number of electrons equal كام؟ 11 okay. excellent طب number of protons ما انت قايله ان ال atom electrically neutral يعني ال number of protons equal number of electrons وفي برضه نقطة تانية إن الأتوميك نمبر هو هو إيكوال نمبر أوف بوزيتيف بروتون وفي نفس الوقت إيكوال نمبر أوف نيجاتيف إلكترونز بمعنى كده النمبر بتاع البروتون إيه؟ إيه يا شباب؟ يس نمبر أوف بروتونز 11 يس yes, إكسلون طب النمبر أوف نيترونز أنا خدت إن الإلكترونز 11 والبروتونز 11 <applause> طب number of neutrons حد يقول لي 23 الب... النيترونز كان ايه يا مس كان الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر مش الماس نمبر ده الرقم اللي كان بيتكتب فوق عند السيمبلز بتاع والـ والاتوميك نمبر ده الرقم اللي كان بيتكتب تحت عند السيمبلز بتاع الاليمنت كنت بقول عشان اجيب المس النمبر بتاع النيترون كنت بعمل ايه اللي فوق ماينص اللي تحت يعني الماس نمبر ماينص الاتوميك نمبر ايكوال نمبر اوف نيترون يعني 23 ماينص 11 ايكوال equal... يس yes, 12 اكسلنت يبقى النمبر بتاع النيترون كم? 12 النمبر بتاع النيترون كم يا شباب 12 طب نشوف مسألة تانية لو قلت أخدت إيه كوتشان إيه تاني راجع الكوتشنز كده اللي إحنا خدناه خدنا ساينتيفيك تيرن خدنا كومبليت أخدنا جيف أخدنا رايت السيمبلز أخد مسألة بروبلم طلعنا النمبر بتاع البروتون والإلكترونز والنيترونز أوكي okay. واخدت المنشن فاكرين الرول بتاع دالتون وي ريزرفور نوع تاني من الاسئله تشوز شايفين الاسئله قدامكم يا تمشوا كده الحلوين اعرف يحلوها ولا لا تعالوا كده نشوف الاسئله بولي سبيس از فيرست موديل فور اتوم on an experimental بيز ها مين is the first model؟ المودل بتاع مين في دولي؟ هو first. اللي اتعمل عن الأطوم اتعمل على أساس الأطوم ها؟ مين؟ رازر فورد إكسلون رازر فورد A space is the first model for the atom in an experimental space رذر فولد طيب نشوف كده الكوتشن الثاني سكند كوتشن بيقول لي انسايد ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم mostly the number of space is more than or equal the number of protons في قلب النيوكليوس بتاع الاتوم عندي مين عنده تو تايب من البارتيكلز اللي هم مين ومين عندي البوزيتيف بروتون والنيوترال نيترون عندي بروتون ونيترون طيب النمبر بتاع مين فيهم اكبر اور ايكوال نمبر اوف بروتونز الايه النيترونز اكسلنت بين سايز ذا نيوكليوس اوف ذا اتوم موستلي ذا نمبر اوف يس نيترون is more than or equal number of protons. Sure, yes. A oh. Which and nitrons. question three. space. element is necessary for strengthening roots of plants. element. is necessary for strengthen roots of the plant or plants. مين يا شباب؟ مش أنا أخدت الفرترايزر اللي هو الـ NPK فرترايزر NPK لو أنا فاكرها يبقى أنا هنا مين في الـ N ال N ولا الـ B ولا الـ K necessary for strength of roots ها؟ يس اكسلنت الـ B اللي هو مين الـ B يا The well, whole phosphorus is yes. phosphorus necessary for strength and roots of plant. Negatively charged particles negatively charged particle. That revolve around the nucleus or huh, meaning negatively charged mean Mean negatively charged particles revolve around the nucleus. Excellent. Electrons. Yes, electrons. The only MS. An element, its outermost energy level M, contains one electron. So its atomic number is. ha, huh, Shabab? an element its the outermost energy level m يعني قبل منه مين k l في تو قبل منه ال k وال l هو ال m ده 3 ده 3 level third level ده الثيرد ليفل عند الفيرست ال k وال l سكند طب بيقول لي ال m كونتين كام الكترون؟ 1 الكترون يبقى atomic نمبر كام؟ يبقى المفروض ال K عنده 2 وال L saturated with 8 طب ال M1 بعمل لهم بلس 2 بلس 8 بلس 1 يكوال 11 شوف كده الشباب نقولها تاني أنا عندي element الاوتر نص انرجي ليفل ام كونتين 1 الكترون يعني عندي ده الاخير فيه 1 الكترون قول لي بقى الصور الاتوميك نمبر كام؟ انا كل مره بيديني الاتوميك نمبر وعايزني انا اللي اوزعه لا المره دي بقى وجاب لي ان الأم فيها 1 مفروض الاتوميك نمبر كام؟ يبقى اللي المفروض اللي قبلها saturated incompletely filled مش هيروح للإم الا اذا كان الاولاني ايه كومبليتد مليان yeah. انا عندي الكي عارفه ان هي ساتوريت ويز تو الكترون وعارفه ان ال ال ساتوريت ويز 8 الكترون طب يبقى 2 بلس 8 وادي الام بيقول لي فيها كام 1 الكترون يبقى اذا معنى كده ان الاتوميك نمبر كام 11 اكسلنت اتوميك نمبر هيكون 11

What's meant باي يعني هنا المره دي بقى انا كنت مدياك الكويشن الاولاني خالص او الكويشن كان ايه كان ساينتيفيك تيرم يعني انا جايبه لك الديفينيشن وانت تقول لي هو مين هو اماي اي ساينتيفيك تيرم هو اماي لكن هنا بقى انا جايبه لك ايه رايت الديفينيشن رايت مين الديفينيشن واتس مينت باي ايكوال ديفاين واتس مينت باي ايكوال مين ديفاين أول حاجة الأتوميك نمبر. الأتوميك نمبر الديفينيشن بتاعته إيه يا نقول تعريفه كده يا شباب يلا ها؟ yes. نمبر of إيه؟ positive charge inside nucleus or number of negative charge electron negative charge revolve around the nucleus. يعني هو النمبر بتاع البوزيتيف بروتون ولا number بتاع ايه? or number of negative electrons. نشوف الكلام yes yes. All atomic number is number of positive protons or number of negative electrons. ها طلعت كده زي ما عملتوها ولا لأ؟ الشباب. okay. ال atomic mass ال atomic mass مس. هو summation أو sum number of positive proton and neutral neutron نشوف كده yes هو sum number of positive protons and number of A neutrons inside the nucleus جوه اللي موجودين جوه النيوكليوس البروتون والنيترون مع بعض بلس هو ده الاتوميك ماس هو ده الاتوميك mass. أو الماس نمبر. طب نفتكر كده تعريف إيه يا مس؟ الأيزوتوبس. أنا خدته إيه؟ خدته مراجعة فاكرين؟ خدت السؤال ده على شكل ساينتيفيك تيرم في الأول. نشوفها كده الأيزوتوبس إيه يا مس؟ يس. قال لي آر ديفرنت فورمز أوف سيم أتومز. are different forms, of same elements. Atoms. Are different forms of same elements atoms يعني هو different forms بتاع same elements atoms that have the same atomic number but differ in mass number هو نفس ال atomic number لكن هنا mass مس... مين يا mass أو هنا المختلف مين الماس نمبر يعني دين اكزامبل زي مس الهيدروجين فاكرينها

have the same atomic number but differ in mass number. أعمل حسابي في الأسئلة حضرات دي الأسئلة بتاعت التقييمات إلى الإيه؟ الوزارة منزلاه يعني أسئلة مهمة جدا وسهلة أنتوا شايفينها حالنا مع بعض هل فيها أي بروبلم؟ أي مشكلة؟ أو فيها أي صعوبة؟ لا ولا أسئلة سهلة واضحة حتى الأسئلة اللي فيها فكرة تلاقيها بسيطة يعني سهلة تجيبها طيب excellent biomass الـ fertilizers شوف عرفت تاني هو الـ fertilizers لسه قايلينه الوقت، قال الـ عبارة عن chemical compounds، chemical compounds used in improving the agricultural productivity، chemical compounds وجريتشرال يبقى على طول مين؟ فيرترايزرز. طب ينفع اقول يا مس كيميكال كومباوند يوز امبروف جروبس؟ يس صح. تمام نعم كده؟ اوكي. والشيء الثاني بيقول كومبير بتوين كلها اسئله جديده يعني في سؤال تلاقيه خد خدت تشوز خدت كومبليت ساينتفيك فيكتور جيف ريزون واتس تو باي كومبير تعال نشوف الكومبير Compare between البروتون والنيترون and electron according to قال لي 3 فاكرينهم؟ البروتون والنيترون والإلكترونز. عايزة أقارن بينهم بين إيه وإيه حسب إيه؟ قال لي according to الطيب type of the charge بتاع كل واحدة. تعال نشوف أول واحدة مين؟ الطيب type of the charge. البروتون إيه يا شباب؟ positive charge. yes. excellent. positive. مش يا plus one? plus one. لسه اخدتها في الاول session حضرات. كان plus one. the positive charge. ومالي نيترون؟ neutral charge. يعني no charge. no charge. neutral. يعني positive مع negative. no charge. لو كنا بنحط مكانها zero. Okay. الكترون بزيرو وهنا بوزيتيف زيرو وبعدين الالكترونز قال لي نيجاتيف تشارج نيجاتيف تشارج كتبتها نيجاتيف 1 احنا فاكرينها بقى نيجاتيف تشارج طب اللوكيشن يا مس البروتون اللوكيشن مكانه فين؟ انسايد ذا نيوكليوس صح؟ اكسلنت طب والنيترون؟ inside the nucleus برضو معاها هي اختها اوكي okay, صح؟ طب الإلكترونز around the nucleus انرجي energy فاكرينهم؟ around the nucleus وليس inside وليس in nucleus inside اوكي؟ دي okay? around the nucleus طب الماس، الماس الماس بتاعت البروتون فاكرينها؟ يو وقلت اليو هي اليونت بتاعت الماس. كي 1 يو. النيترون كان برضو ايه؟ 1 يو. أمال الإلكترون الماس بتاعته فاكرين لما قلت إن الماس بتاعت الإلكترون نيجابول أو نيجليكتد ريلاتيف تو ماس أوف بروتون أند نيترون؟ ليه؟ مس إنها فيري فيري سمول ماس. قال لي الإلكترونز 1 أوفر 836 يو. you over oh, 1,836 you should must be able to say very small both right or wrong another type of questions is the atom is built of matter yes excellent electrons are found inside the nucleus no, excellent. The charge of protons is larger than electrons. No, then it's about equal. The chemical symbol of sodium is S. No, in the A. Excellent. A third fiber, a third energy level is saturated with 18 electrons. 18 mm. electrons. Yes. Well, I know, yes, uh, two, eight, eighteen, thirty two saturated the energy the energy level k is largest level in energy? no largest level for energy mean q k uh, lowest level so the electronic configuration for an element that contains fifteen neutrons and 14 بروتونز اون 3 ليفل على 3 ليفل يبقى كام؟ دول على 3 ليفل؟ 3 كونفجريشن لما يكون بروتون عندي 14 يبقى على 3 ليفل يبقى 2 8 4 يس اكسلنت 2 8 4 يبقى على 3 ليفل ولا لا؟ يس yes, يبقى رايت right. The outer number eight, the outermost energy level of

Element is lead symbol data BP is yes, excellent. Sphinx is state consists of rocks made up of yes it is Sphinx is a excellent. All atom five atom the element revolves around at three large levels and the outermost energy level contains two.

Deuterium is considered from isotopes of mean, yes, hydrogen and saline. 9 number of post proton. Proton, the atomic number. Top 10, the mass of subatomic components is measured in atomic mass, unit and its symbols. The one unit one is 1U, 1U.

element necessary strength of roots. Yes, B, phosphorus. Chemical symbol for not AG, silver. Yes. إذا finish يا شباب كل الـ questions حاولنا نحل على قد ما نقدر من الـ questions بتاعت الوزارة اللي نزلت لكم اللي هي الـ worksheet. ااا أه حضراتكم الصورة دي اللي قدامك ده اسمه البركود طبعا كلنا عارفين احنا خدنا بركود زي في قلب الكتاب بتاعنا بتاع المدرسه بدخل عليه ازاي بفتح الموبايل بتاعي وبسلطه عليه طبعا كنت بنزل اما كيو ار كود او اجيبها من جوجل وافتح الموبايل والباركود ده بيوصلني لصفحه الفيس بتاعه منصه البث بحصص اليوتيوب والايميل بتاع منصه البث اللي بقدر اتواصل فيه مع المنصه لاي حاجه عايزها ماشي يا شباب اشوفكم على خير ان شاء الله بكره في سيشن جديد وليسون جديد اللي هو ليسون 2 اوكي يبقى كده ليسون 1 سلام السلام عليكم